أنا ينضم إلينا من واشنطن سعادة بيتر روف الكاتب بمجلة نيوزويك الأمريكية الشهيرة. سيد روف، لا أعرف ما إذا كنت سيد الكريم تتابع هذه التطورات، على الأقل أظن أن زميلي المترجم قد نقل لك ما قلته أنا الآن. ملاحظتان سيدي لا أعرف تعليقك عليهما. الملاحظة الأولى إنه كنا نتوقع، الجميع كان يتوقع أن يكون الضرب في إيران، فإذا به في الضفة، في مخيم في الضفة. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ما قولك وأنت أمريكي فيما أعرف، يعني إنه ضرب المدنيين يتم بطائرات أمريكية F-16، هل تشعر بأي نوع من الغضاضة؟ هل لديك يعني إحساس سلبي تجاه ذلك؟ تفضل. حسنا، أولا أشكركم على الاستضافة. نعم، أنا أتابع هذه التطورات بقدر ما أستطيع، ودعني أقول أنها مأساة حقيقية أن العديد من الناس قد قتلوا هذا المساء. أنا أتوقع أن أغلبهم لم يكونوا أي محاربين، وهذه من أكبر المأساة بالنسبة لي. هذه الدورة المستمرة من العنف التي تحدث في الضفة الغربية وفي غزة وفي إسرائيل وفي أماكن أخرى في المنطقة، حيث الأبرياء الذين فقط يرغبون في عيش حياتهم وتربية أبنائهم وأن يستمتعون بهذه الوجبات العائلية والذهاب للعمل وهذه الحياة الطبيعية، يمنعون من فعل هذا بأسوأ السبل. أتمنى أن يحل السلام ويأتي قريبا. وحتى هذا، الفكرة أن هناك غضب بأن هذه الأسلحة الأمريكية تستخدم في تلك الحرب بهذا الشكل، من الصعب للغاية أن أقول أنني لا أظن أن أي أمريكي سعيد بشأن هذا الأمر. يجب أن نكون نوعا ما أكثر حذرا بشأن مشاركة هذه التكنولوجيا العسكرية، ولكن لا أظن أن أغلب الأمريكيين يشعرون بأنهم نوعا ما مسؤولين عما حدث، لأن الأسلحة المصنعة في أمريكا قد استخدمت. ربما نشعر بمسؤوليتنا بأن الحكومة الأمريكية لم تفعل ما يكفي لأجل أن يحل السلام ولأجل أن تقف لإنهاء هذا النزاع. هذا الأمر الذي امتد لأربعة جوانب من القتال، أربعة جبهات، لم يجدوا سبلا للتفاوض وإنهاء هذه الحرب. سيد روف، هناك من محللين من قال لنا أن نتنياهو يراهن على أن ساكن البيت الأبيض الآن الرئيس جو بايدن هو رجل مسن عاجز يختتم حياته السياسية، ولا حول له ولا قوة في هذا الشهر المتبقي من رئاسته، ولذا يعربد نتنياهو في الإقليم كما يشاء. ما تقييمك لهذه السردية سيد روف؟ أعتقد أن الرئيس سوف يقول أن هذا هو ليس الوضع، وأنا سأقول كشخصا ليس داعما بالتأكيد للرئيس بايدن، سأقول أن رئيس الولايات المتحدة بغض النظر عن من هو أو من هي، الطبيعي هو سلطة وقوة في العالم، وقوة لابد أن يحترمها الجميع. فإن الطبيعة الحالية التي نراها في أمريكا في فترة رئاسة بايدن التي تنتهي الآن، ونحن نعلم جميعا أنها تنتهي، وبالطبع
الإجراءات الخاصة بالإمكانيات وقدرته على القيادة وقدرته على قيادة هذه المفاوضات على وجه التحديد، سأقول أنه كان من المفترض أن يجعلها أولوية، وأنا آسف ومتأسف أنه لم يفعل هذا الأمر، أنه لم يستطع أن ينخر دبلوماسيا مع المفاوضون بشأن غزة وطهران، وأن يتقابل مع الإيرانيين في أراضي محايدة مثل تركيا أو غيرها، وأن